مساء الخير، انا علا يوسف، بشتغل في هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات. الهيئه النهارده كانت مجهزه ايفنت توظيف كبير، ملتقى توظيفي كان بيضم اكتر من 40 شركه، شركات كلها من مجالات مختلفه متقسمه كاتيجورايزد، شركات مالتي ناشونال وشركات ناشونال وطنيه وشركات تدريب وشركات صغيره ومتوسطه. الايفنت كان فيه بيوفر اكتر من 10,000 فرصه عمل على مدار الست شهور الجايين، يعني من النهارده لغايه الست شهور الجايين في اكتر من 10,000 فرصه عمل، دول بيوفرهم الشركات الموجوده بس في الايفنت عندنا. ده غير بعض شركات التوظيف عبر الانترنت الاونلاين ريكروتنج، وكمان شركات التدريب اللي كانت موجوده كانت بتوفر برامج تدريبيه باسعار مخفضه النهارده از ديسكاونت ريت، يعني للحاضرين الايفنت سواء كان شركات او باحثين عن فرص عمل. جالنا النهارده حوالي 2000 جوب سيكر بيدور على فرصة عمل، فإن شاء الله يعني كل الناس اللي تكون حضرت معنا الملتقى النهاردة تكون أخذت فرصة عمل مناسبة ليها.